الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد تضمنت آيات القرآن الكريم إشارات عديدة إلى مرحلة الشباب وأهميتها وأهمية اغتنامها، تأكيدا على أهمية هذه المرحلة من العمر، حيث يقول الحق سبحانه في شأن الفتية أصحاب الكهف، يقول مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويقول سبحانه في الحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا سيدنا إبراهيم الذي كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. ويتحدث عن سيدنا يحيى عليه السلام فيقول الحق سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ويقول عن سيدنا سليمان عليه السلام وهو شاب: ففهمناها سليمان. ويقول عن سيدنا يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويقول عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي استهللنا به: لا تزول أو لن تزول بالروايتين قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب جزء من العمر، وهو جزء من باب ذكر الخاص بعد العام، تأكيدا على أهمية هذه المرحلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. انتبه إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، أي قبل شيخوختك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
وفي السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الأول في هذه السبعة إمام عادل، ويليه في الدرجة والرتبة والذكر شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. والشباب قوة بين ضعفين، الله الذي خلقكم من ضعف مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة مرحلة الشباب والفتوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مرحلة الكهولة. وهذا يتطلب عدة أمور، منها أن ينظر الشاب إلى مرحلة الضعف الأولى، وإلى من تعهده وأباه وعلمه وأحسن إليه، فلا يتنكر لا لوالد ولا لوالدة ولا لمعلم ولا لدولة ولا لصديق ولا لأي شخص أعانى في لحظات الضعف. يقول الحق سبحانه مخاطبا، والحديث هنا مركز إلى الشباب وإلى الأبناء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوفاء يقتضي الوفاء أولا للوالدين، لا يمكن لإنسان أن يكون وفيا لصديق أو لمجتمع ما لم يكن وفيا لأبيه وأمه. إذا وجدت إنسانا عاقا لأبويه لوالديه فلا خير فيه لا لنفسه ولا لمجتمعه ولا يرجى خيره، إذ لو كان الوفاء حقيقيا نابعا من داخله لذهب إلى من أمره الله بقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا ما شب الإنسان وكان قويا فتيا في مهنة أو عمل عليه أن يذكر بالفضل من علمه، سواء من علمه تعليما علميا أكاديميا أو من علمه صنعة، ويذكر الخير لأصحابه ولا يغتر بشبابه ولا بتقدمه، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه المرحلة الأولى التي لا ينبغي أن ينساها، فعليه أن يتحلى بالوفاء، ثم عليه أن يغتنم، لأن قوي اليوم ضعيف الغد، وصحيح اليوم سقيم الغد، وتلك سنة الله في كونه. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، والسنة الكونية ومن نعمره ننكسه في الخلق، نعيده إلى مرحلة الضعف كما كان بل أشد. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ بل يقول سبحانه ونعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية والسلامة وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، ومنهم من يعد إلى أرذل العمر إلى أضعفه وأدناه. ومن هنا تأتي الرحمة بالكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه مرحلة العطاء. فعلى الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك، اغتنم شبابك فستسأل عن شبابك فيما أفنيته. اغتنم هذه المرحلة. وقد قالوا ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن لم يزق مر التعلم ساعة
تجرع ذل الجهل طول حياته. فذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. ويقول الآخر: إذا المرء أعيته المروءة يافعا، شابا إذا لم يكن كريما وذا مروءة في شبابه فلن تنتظر منه لا كرما ولا مروءة في شيخوخته. إذا المرء أعيته المروءة يافعا فمطلبها كهلا عليه عسير، والإنسان على ما تعود. وإذا المرء أعيته المروءة يافعا فمطلبها كهلا عليه عسير. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقات أن تصدق وأنت شاب. نص الحديث بقى وأنت صحيح قوي، والصحة هي مرحلة الشباب. خير الصدقات، سواء كان الصدقة بالمال، صدقة بالجاه، صدقة بالعلم، صدقة بالقوة، خير الصدقات أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ترجو الغنى وتخشى الفقر، لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ويقول الشاعر: شباب قنع لا خير فيه، وبورك في الشباب الطامحين. إذا لم تبني نفسك علميا وعمليا وفنيا ومهنيا وتقنيا، وتحقق لنفسك ولمجتمعك ولوطنك ولأهلك ما يطمح المجتمع والأهل وأنت إليه في شبابك، فأن يكون لك في شيخوختك أو في شيبتك. يقول الشاعر: شباب الغد المأمول إنا بحاجة، شباب الغد المأمول إنا بحاجة إلى ساعد يبني. والساعد القوي الذي يبني هو ساعد الشباب الذين يبنون أوطانهم. شباب الغد المأمول إنا بحاجة إلى ساعد يبني وشعب يعمر. شباب الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وداع يبصر. نقول للشباب: عليكم حقوق كما أن لكم واجبات، وكما أن الدولة تعمل بكل طاقتها وكل مؤسساتها وكل قياداتها على تمكين الشباب، فإن هذا التمكين عليه حقوق. عليكم حقوق للبلاد، أجلها يد تبتني مجدا وعقل يفكر. عليكم حقوق للبلاد، أجلها يد تبتني مجدا وعقل يفكر. فالحق مقابل الواجب سبيل إصلاح المجتمع. نسأل الله أن يبارك في شبابنا وفي أوطاننا، وأن ينفع بهم دينهم ومجتمعهم وأنفسهم وأهليهم وأوطانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أما الرسالة الثانية في خطبتنا الثانية في ساعتنا هذه فليست بعيدة عن الشباب أيضا، لأن هذه الرسالة يحملها الشباب ويقوم بها الشباب، وهي رسالة الدفاع عن الأوطان كوفاء للأوطان. ونحن هنا في محافظة بورسعيد استحتفلوا بعيدها القومي بملحمة من ملاحم الفداء والبطولة والتضحية في سبيل هذا الوطن، قدمها أبناء بورسعيد، وتحتفل المحافظة بالذكرى 63 لعيدها القومي. فإننا نؤكد أن معظم محافظة مصر وبخاصة الحدودية
أو الساحلية أو الشاطئية، ترتبط أعيادها القومية بملاحم من الفداء والتضحية والبسالح. ونأخذ شيئا من القديم وآخر من الحديث. أما من القديم فدائما أجد عبارة الحجاج بن يوسف الثقفي ماثلة في مثل هذه المواقف أمام عيني، عندما قال: إياكم وأهل مصر، اتقوا أو احذروا في أهل مصر ثلاثا: أرضهم ونساءهم ودينهم، فلو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم، ولو اقتربتم من أعراضهم ونسائهم لافترسوكم كما تفترس الأسد فرائسها، لأنه شعب يخار على الأرض والعرض والكرامة. وإياكم ودينهم، فإنكم إن حاولتم أن تفسدوا عليهم دينهم أفسدوا عليكم دنياكم. وأنا أزيد الحجاج ثلاثا ونقول: وإياكم وبرهم وبحرهم وأرزاقهم. فمن حاولوا أن يقتربوا في القديم على مر التاريخ من أرض مصر جربوا أنها على مدار التاريخ كانت مقبرة للغزاة والطامعين والمتربصين. أما من يحاول أن يقترب من برها أو بحرها أو أرزاق أبنائها فنقول له: ليعلم الجميع أن عقيدة القوات المسلحة المصرية طوال تاريخها عقيدة دفاعية لا تعرف الظلم ولا الجور ولا البغي ولا الاعتداء على الآخرين. أما إن تعرضت أرضها، برها أو جوها أو بحرها أو أرزاق أبنائها للخطر فجيشها نار تحرق من يتعرض لها. ولسان حال كل جندي، بل لسان حال كل مصري يردد قول الشاعر: لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. لنا وطن، وهذا ما كان من أبناء بورسعيد في عام 56: لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا. نقوم على الحماية، على حماية أوطاننا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا إذا استشهدنا. نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المحمي حيا. لا نقول كما قال الشاعر: سيفقدني قومي إذا جد جدهم، بل نقول: سيعرفني قومي إذا جد جدهم. وكما قال الآخر: إذا قيل من فتن خلت أنني. وقت الشدة عندما تنادي الأوطان: من الرجل؟ من الفتى؟ إذا قيل من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أترددي. ولسان حال كل مصري وقت الشدة عندما يناديه الوطن هو لسان حال عنطارة العبسي عندما قال: هلا سألت الخيل يا ابنة مالكي، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالكي،
إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، ويسمح لي عن طه أن نستعير جميعا بيته فنقول: هلا سألت الخيل يا ابنة مالكي، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقائع أننا كل المصريين، يخبرك من شهد الوقائع أننا نغشى الوغى ونعف عند المغنم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم، لما رأى الأعداء يندفعون نحو قبيلته، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتزامرون يتربصون ويحضضون على القتال، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتزامرون كررت غير مزمم ومدجج من الأعداء ومدجج كره الكمات نزاله ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن حربا ولا مستسلم، جادت له كفي بعاجل طعنة، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. ثم يختم معلقته بأبيات تكاد تمثل حالنا، يقول: ولقد خشيت، لم يقل لم يخشى من الموت، لا، لم يخشى من الموت، ونحن لا نخشى من الشهادة وهي شرف. يقول: ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم، ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم، للحرب دائرات على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم، للحرب دائرات على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. علمنا ديننا ألا نكون سبابين ولا شتامين ولا فاحشين ولا بذيئين، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، لكنه في الوسع. أما عند الجد والنازرين إذا لم ألقهم دمي، هما لهم الكلام ونحن لنا الفعال. هذا قول عنتره: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والنازرين في الوسع، والنازرين إذا لم ألقهم دمي، كما قال الحجاج، وكما كان الواقع في ملحمة بورسعيد وملحمة سدوان وسائر الملاحم التي سطاها الشعب المصري العظيم. سيظل هذا الشعب أبيا عزيزا قويا، لا يعطي الدنية لا في دينه ولا في أرضه ولا في عرضه ولا في نسائه ولا في بره ولا في بحره ولا في أرزاقه ولا في كرامته، لأنه يؤمن بالله وبهذا الوطن. وهذا هو دور الشباب، وهذه هي ملاحم التي يسطرها الشباب، غير أن الشعب المصري عند الحاجة يكون كله بجموع رجاله وأبنائه ونسائه شبابا في الدفاع عن أوطانهم وعن كرامتهم. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل رزقنا عقدا من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهم الوارث منا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته،
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.